مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي هي نتحدث فيها عن اختبار الجنسية الأمريكية الجديد اللي هو أقر زي ما حكينا بعد ديسمبر 2020. احنا الآن في ديسمبر في 21 سنة 1921، فأتوقع أي واحد حيسمع هذا الفيديو حيكون بده يختبر لاختبار الجنسية الأمريكية 21. اللي بدي أحكي فيه اليوم وهو شيء مهم، إنه هذه الحلقة قبل الأخيرة حتكون الحلقة التاسعة إن شاء الله، حنخلص فيها الأسئلة اللي موجودة في الكتاب، وثم سننتقل إن شاء الله بالحلقة الجاية وحتكون الأخيرة إلى طريقة الاختبار في من البداية إلى النهاية والأوراق والأمور هاي، اللي كيف تحضر حالك للاختبار، يعني مراجعة عامة عشان تحضر حالك. فكونوا معنا وتابعونا، دائما احنا موجودين معكم على قناة تي في صوت العرب من كندا، وان شاء الله بتكون فيها فايدة لكم جميعا. في شغلات مهمة كتير انا تعلمتها صراحة من هذا الكتاب. الان نرجع لهذا الكتاب وبنروح على صفحة 18 زي ما تعودنا. هذا القسم بتكلم عن السيمبلز او الرموز. السؤال 119 بيسأل What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? الكل بيعرف إنه واشنطن دي سي. دي سي مختصرة إلى District of Columbia. ما تحكوا واشنطن لحالها، يعني يمكن يمرروا له إياها، بس هذا غلط، لأنه في واشنطن ستيت، واشنطن دي سي اللي هي العاصمة، فلازم تحكوا واشنطن دي سي، وهذا الجواب الصحيح. انتبهوا لهذه النقطة، أوكي؟ 120 سؤال: Where is the statue of liberty? Where is the statue of liberty? أين تمثال الحرية؟ أين يقع تمثال الحرية؟ طبعا كنا بنعرف إنه بقع في نيويورك، ممكن تحكي في نيويورك، نيويورك هاربر، أو تحكي ليبرتي آيلاند، هذا اسم الجزيرة اللي نحط عليها التمثال. للعلم بس، هذا التمثال أصلا هو كان مصمم لوضعه عند قناة السويس، طلبه الخديوي إسماعيل، ولكن ما عجب التصميم فقرر أنه ما يأخده أو يتبرع فيه. طبعا هو من تصميم فرنسيين، الفرنسيين قرروا يهدوه للولايات المتحدة الأمريكية وشحنوه لأمريكا قطع عشان يكون رمز ضد العبودية والتحرر من العبودية، وكان أيضا يعني رمز لمدينة نيويورك. كل اللي بروحوا على نيويورك لازم يروحوا عليه، يعني ما بنعرف لو كان محطوط الآن في مصر كان يمكن علم من أعلام مصر. طبعا مصر لا يقل عندها الأهرامات وأبو الهول وكل هاي الأمور. طيب بحكي لك هون also acceptable إذا بتحكي إنه في نيوجيرسي، لأنه هو بالجزيرة اللي موجودة بين نيوجيرسي ونيويورك سيتي، أو بتحكي على هادسون ريفر، أي واحد من هدول الإجابات: نيويورك هاربر، نيويورك، ليبرتي آيلاند، نيوجيرسي، نير نيوجيرسي، أو هادسون ريفر، كل هاي الإجابات مقبولة. السؤال 121، وهذا من الأسئلة المهمة على ستار زي ما أنتم شايفين: Why does the flag have 13 strips? Why does the flag has 13 strips? لماذا العلم الأمريكي فيه 13 خط؟ 13 خط أحمر إذا بتشوفوهم تذكروهم، لأنه because there were 13 original colonies. هدول ال 13 ولاية اللي بدأوا فيها الولايات المتحدة، هم مع بعض بدأوا 13 واحدة، حكينا معهم إذا بتتذكر، حكينا عنهم إذا بتتذكروا في الهيستوري 13 ولاية because there were 13 original colonies، بعدين انضموا لهم أخت because the strips represent the original colonies، لأنه هذه الخطوط أو ترمز إلى ال 13 ولاية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال 122: Why does the flag have 50 stars؟ لماذا العلم الأمريكي فيه 50 علم عند الزاوية هاي؟ 50 علم، 50 نجمة، سوري 50 نجمة. Because there is one star for each state, one star for each state, because each state represents a state, because each star represents a state, because there are 50 states. So أي جواب صح؟ لماذا يوجد 50 نجمة؟ تذكروا فيه 13 خط لأنه هدول
13 ولاية اللي بدأوا الولايات المتحدة، ولكن يوجد 50 نجمة في العالم لأن كل نجمة تمثل ولاية، لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية في 50 ولاية زائد 3 territories، أوكي؟ 50 ولاية. So because there is a star for each state، هناك نجمة لكل ولاية. السؤال 123، what is the name of the national anthem؟ What is the name of the national anthem؟ ما هو اسم النشيد الوطني؟ ما هو الاسم للنشيد الوطني؟ اسمه the Star Spangled Banner، العلم المرصع بالنجوم. The Star Spangled Banner، banner هون معناها علم أو راية، الراية المرصعة، خلينا نحكي الأصح، الراية المرصعة بالنجوم. السؤال 124، the national first motto was e pluribus unum. What does that mean? The national first motto was e pluribus unum. هذه طبعا what does that mean؟ أول موتو اللي هي رمز من رموز الدولة كانت، أو الرمز الدولي اللي كان للولايات المتحدة، كان باللغة اللاتينية اللي هي علامة تعريف، بيربوس اللي هو تجمع أو جماعة، أونوم اللي هو واحد. أوكي، شو هذا بيعني؟ أوكي، أنا شرحت لكم هاي من اللغة اللاتينية، تحكي out of money one، كلنا بالمختصر واحد، out of money one or we all became one، كلنا واحد، كلنا يجب أن نكون أمريكيين بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والدين واللغة و okay or out of money one or we all became one. خلصنا الصفحة 18، نروح على الصفحة 19 اللي ما زال فيها كتير، ونتكلم عن الهوليديز أو الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال 125 بيحكي what is Independence Day، what is Independence Day، ما هو يوم اليوم الوطني أو يوم الحرية أو يوم الاستقلال بسموه. أوكي، a holiday to celebrate U.S. independence from Britain، هو عطلة رسمية للاحتفال باستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا. a holiday to celebrate U.S. independence from Great Britain or Britain or the country's birth، هو ولادة الدولة. أوكي، ولادة الدولة، وكل حكينا عنه متى يتم، مين عارف، إذا حدا عارف هون متى يتم الاحتفال بهذا اليوم اكتبوها. تحية لك يا سعيد، أهلا وسهلا فيك. 4th of July، هذا اليوم يحتفل في الرابع من الشهر السابع اللي هو July every year. طبعا 26 بقول لك name 3 national US holidays، name 3 National U.S. Holidays، أذكر ثلاث أعياد فيدرالية أو في الولايات المتحدة الأمريكية، أذكر ثلاث أعياد عطل بتصير في الولايات المتحدة. سؤال مهم عليه ستار زي ما أنتم شايفين. الأول New Year Day، اللي هو New Year Day اللي هو الأول من شهر يناير، الشهر الأول اللي هو رأس السنة، أو مش رأس السنة، اللي هو بداية السنة أو أول يوم في السنة. مارتن لوثر كينج جونيور داي، اعتقد هو الثيرد مانداي في جانيوري، مش متاكد، بس هو مارتن لوثر كينج حكينا عنه جونيور، هذا الشخص اللي وقف وناضل من اجل حريه السود او الافارقه في الولايات المتحده، وعنده الخطبه المشهوره اي هاف ا دريم، انا عندي حلم، فعملوا عليه في منلو هوليديز في جانيوري. President Day or Washington's Birthday، President's Day بسموه يوم الرئيس، وهو يوم ميلاد جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأول. Memorial Day وهو يوم الذكرى، Memorial Day يوم مهم. Independence Day حكينا عليه 4th of July، الرابع من الشهر السابع أو July. Independence Day، Labor Day، هدول بتغيروا كتير لأنه هم بيجوا يوم Monday أو Friday، يعني عشان هيك عم بحكي إمتى هم، بس في منهم بعضهم ما بتغير. Labor Day اللي هو يوم العمال،
في بعض الدول يوم العمال 1/5، لكن في الولايات المتحدة وأمريكا بيختلف. كولومبوس داي، يوم كولومبوس اللي هو اكتشف أمريكا، وطبعا هذا كان عليه جدل كبير خاصة من السكان الأصليين. كولومبوس داي، فيترانز داي، فيترانز داي في كندا بنسميه ريمبرانس داي اللي هو 11 نوفمبر أو الشهر 11، 11/11 هو يوم المحاربين القدامى، يوم بتذكروا فيه المحاربين القدامى. Thanksgiving Day، Thanksgiving Day بيختلف بين الولايات المتحدة، ويوم خميس بيجي بين الولايات المتحدة وكندا، في اختلاف. كندا أبكر بتقريبا شهر منه من أمريكا. Basically هم كانوا هذا يحتفلوا في Thanksgiving Day بنهاية موسم الحصاد، فكندا أكيد لأنه البرد بيجيها أكثر، فنهاية موسم الحصاد أبكر، فعشان هيك احنا بنحتفل فيه في اكتوبر، هم بيحتفلوا فيه في نوفمبر. بعدين بيجي وباي ذا واي بعده بيجي بلاك فرايدي اللي هو ثانكسجيفينغ يوم الخميس، بلاك فرايدي بيجي يوم الجمعه، بس مش عيد. البلاك فرايدي مش عيد، هو للشوبينج. بعدين بيجي كريسماس داي اللي هو 25 ديسمبر او ال 25 من الشهر الثاني عشر، كريسماس داي. فلو ذكرت ثلاثه منهم مهم جدا، نيو يير داي، مارتن لوثر كينج جونيور داي، President Day or Washington's Birthday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day. السؤال 127، What is Memorial Day? ما هو يوم الذكرى؟ ما هو يوم الذكرى؟ A holiday to honor soldier who died in military service. A holiday to honor soldiers who died in military service. هو يوم يتذكر فيه الأمريكان الجنود الذين قتلوا من أجل الواجب في الخدمة العسكرية، فهو يوم يعني عادة بكون يوم حزين شوي. السؤال 128، What is Veteran Days? Veterans Day يوم المحاربين القدامى، هو يوم انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعشان هيك هو 11 نوفمبر. احنا بنسميه في كندا Remembrance Day، يوم الذكرى، هم بسموه يوم المحاربين القدامى في أمريكا The Veterans Day. في كل دول تقريبا الحلفاء اللي فازوا، بريطانيا بتحتفل فيه، فرنسا بتحتفل فيه بنفس اليوم. هو A holiday to honor people in the US military، هو يوم لإعطاء الشرف لأولئك الناس الذين خدموا في الجيش الأمريكي، أو A holiday to honor people who have served in the US military، ليخدموا أو خدموا في الجيش الأمريكي. الميموريال داي باي ذا واي هو في أعتقد السنة راح يجي في May 31st في شهر 5 31/5، أما الفيترانز دايز هو ثابت كل يوم كل سنة بيكون ب 11 نوفمبر. هيك بيكون الحمد لله انهينا من جميع الأسئلة الصفحة 19. بتمنى لكم جميعا النجاح، زي ما حكيت إن شاء الله راح تكون آخر حلقة الحلقة القادمة من هذا البرنامج اللي هو امتحان الجنسية الأمريكية، وإن شاء الله بنكون نحكي فيه شوية هيك التفاصيل عن كيفية اختبار الامتحان وكيفية الدخول، وعشان ما يصير عندكم ارتباك في هذا الامتحان. نستودعكم الله ونتمنى لكم جميعا السلامة والصحة والعافية، تصبحون على ألف خير. Thank you.